بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجات برضو اللي بتخلي الطالب يحتار لما يجيله جمل في الجرامر ويقول له اختار الزمن المناسب او correct the verb، صحح الفعل وحطه في الزمن المناسب. الموضوع مش صعب، الموضوع بيرتبط بكلمات معينة داخل الجملة. الكاتب اللي بيكتب الجملة في راسه هدف معين عايز يوصله، فبيحط لك كلمة معينة بتقول لك الإجابة واضحة جدا. يعني لو جينا نشوف مثلا بقول ذات مورنينج، أمشي واحدة واحدة في الجملة ذات مورنينج. وخلي بالك إن ذيس وذات لما كنا بنتكلم زمان الناس كانت فاكرة إن ذيس وذات للأطفال اللي في الروضة وفي أولى ابتدائي، لا، ذيس وذات دي بحر واسع، لأن ذيس تدل على القريب، يعني شيء قريب. فلما يقول لي ذيس مورنينج غير ما يقول لي ذات مورنينج. ذيس مورنينج يعني شيء على وشك الحدوث، يعني في المستقبل، هو المستقبل القريب. لكن لما أقول ذات مورنينج يبقى بقيت في الماضي، بتكلم عن شيء حدث في الماضي. I went to، أهو قال لي I went to the market، يبقى أنا عندي كلمة ذات تدل على الماضي، كلمة went تدل على الماضي. وشوف كمان بقى يقول لي إيه، as soon as، أيوة as soon as دي أخت أفطر. وطبعا إحنا عارفين المجموعة بتاعت أفطر اللي بتحب يجي وراها دايما الماضي التام، اللي بتحب إن يجي وراها الماضي التام وقبلها ماضي بسيط. يعني لو أفطر جت في نص الجملة بنحط قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي تام. فهنا أنا عندي went ماضي بسيط، عندي as soon as، أصبح الموضوع سهل جدا. يبقى finish دي لازم أحطها في الباست بيرفكت تنس اللي هو الماضي التام، هتبقى had finished، had finished. أحيانا لو أنت ما خدتش بالك وحطيتها لي ماضي بسيط هحسبها لك صح، وذلك على افتراض ان الحدثين حصلوا مع بعض. لان كلمة as soon as ايه معناها بالعربي؟ بمجرد ان، يعني بمجرد ان انتهيت من افطاري ذهبت الى السوق، يعني ما فيش فاصل زمني. فاللي يقدر يحطها هنا ماضي بسيط برضو هعتبرها صح. يبقى الإجابة ممكن ماضي تام عشان القاعدة اللي قلناها، وممكن ماضي بسيط، فهتبقى يا إما finished يا إما had finished. بقول له please meet me at the museum this afternoon. خلي بال حضرتك من كلمة this، أهي this afternoon، يعني مثلا الكلام كان الساعة 10 الصبح، 10:30، 11، بقول له بعد الظهر يا ريت تقابلني في المتحف. ده طلب مؤدب، الطلب المؤدب قريب جدا من الجملة الأمرية، والجملة الأمرية بتبدأ بفعل في المصدر، يعني نفهم من كده إن إحنا هنحط هنا الفعل فين؟ في المصدر، هتبقى meet me at the museum. بقول له I can't talk to you now، ونحط تحت ناو دي 70 خط، صحصحه بقى للكلام ده، now I can't talk to you now، ما اقدرش اكلمك دلوقتي، مش هعرف اكلمك، سواء بقى يكلمه فيس تو فيس او يكلمه اون ذا فون، لكن بيقول له ناو. يبقى انا لازم اتكلم عن ايه؟ عن المضارع المستمر على طول. يبقى شفت كلمة ناو، اي ان جي لازم تتحط هنا. بيقول له ما اقدرش اكلمك لاني دلوقتي قاعد بعمل الواجب، لاني دلوقتي بشاهد التلفزيون، لاني دلوقتي بساعد ابويا، لان دلوقتي بصلي. يبقى هنا ام واز وار والاي ان جي، يبقى اي ام doing، وعرفنا السبب. اي لوك فور ماي كي وين، خلي بال حضرتك، وين ذا دور سادنلي بيرست اوبن. لو ترجمنا الجمله انا واللوك فور يعني يبحث عن مفتاحي عندما فجأة فتح الباب أو الباب فتح فجأة، يعني هو رايح على بيته. أنا بتخيل الموقف معك ولسه بيطلع المفاتيح من جيبه عشان يفتح الباب ويدخل، الباب اتفتح.
يبقى هو بيوصف لي حالته لما الباب اتفتح. اي شيء في ديسكريبشن يا جماعة عندي حاجتين، يا مضارع مستمر يا ماضي مستمر. بس انا عندي هنا when the door suddenly burst open، طبعا دي ماضي هي، يبقى هتبقى ايه؟ ماضي مستمر I was looking، او نخليه ماضي تام مستمر. شوف اسمه ايه، ماضي تام مستمر، ده برضو بيدل على وصف في الماضي، بس الماضي الابعد شوية. يعني مين الاقدم، was looking ولا had been looking؟ لا، الاقدم had been looking، والاتنين بيعبروا عن وصف شيء في الماضي. انا مش عايزك تحير نفسك، لو انت عارف الماضي المستمر was aware مع الاي ان جي، وصف في الماضي. طيب I hope، كلمة هوب يعني يأمل، والأمل شيء لسه في المستقبل، لسه ما حصلش على أرض الواقع، لسه بظهر الغيب. يبقى على طول هنا هاخد ويل والمصدر خلاص، وأحيانا بناخد المضارع البسيط. فبقول له I hope I go to university next year، خلي بال حضرتك next year كمان أهي، يعني بقول لك مستقبل مستقبل. when I have finished my schooling، بس خلص كده مدرسة ثانوية ان شاء الله، يبقى السنة الجاية اروح الجامعة، يبقى will go او can go او go. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من التمرين اللي فات دون، وارجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واختيار الكل ليصلكم كل جديد. see you soon and goodbye.